ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة محمد قدير. شكرا لكم على 30 مشترك. طبعا اليوم أنا وصلنا 30 مشترك. راح أعطيكم طريقة جدا سهلة إنك كيف تعمل بشار بدون نار بس بـ2 دقيقة. إنت دقيقتين راح نعمل أحلى بشار وأذكى بشار. خلينا نجهز نطول المكونات والأشياء ونبرجيكوا إيش بس راح ياخد. خلينا نطولهم ونرجع لكم، ما راح نستخدم نار ولا طنجرة. يلا بينا نجيب صحن زي هاد مع بشرار، طبعا زيت قليل. ايوه زيت قليل مع ملح. بتجيبوا هاي الميكرويف، هلا راح نشغله، راح اوريك كيف عمل البشار ب2 دقيقة. يلا بينا. تحط البشار بعدين بتصب زيت القليل. يلا انا صبيت زيت قليل، ما راح ازين عندكم، راح احط لكم دائرة حمراء يمكن عليه. هلا نشوف دونتاج. خلينا هلا نرش الملح، بعد رشينا الملح هلا راح نغطيه بهاي، نحطه بالميكرويف دقيقتين. شوف انا راح احطه بالميكرويف، ايوه 2 دقيقة وبعدين هلقيت. طبعا جايز بلاش يفرقع، هلا راح تسمع الصوت بس يفرقع كمان. ما بعرف اذا سامعين الصوت ولا عم يفرقع. ها سامعين جايز؟ سامعين صوت التفرقة؟ أنا هي جدا واضح. مين؟ بلاش يفرقع؟ طبعا هيا معود دقيقة بلاش يفرقع، بس احنا تنا دقيقة زيادة عشان الاحتياط. هو حط دقيقتين زي ما انا قلت لكم فقط لا غير، لا زيادة ولا نقصان، عشان كل الفرقع ما ينحرق اذا كان اكثر. هيا مثل ما تشوفين عم يفرقع. ولعت ولعت ولعت. هيا ثانية، طبعا 10 ثواني، 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. فهمت زي افتحها، شايفين هاي البشار فرقع بس دقيقتين. احلى بشار لا نار. شوفوا شوفوا الهبو الهبو. ايوه عن جد طيب، ما تحكيوها احلى كمان حلو وارجع لكم عن جد. ابدأوا جم جم تيكا صح زي هاد، بتغطى طبعا بلاستيك طبعا يكون عشان ما ينكسر الازاز من الكريم، ولا الازاز ممنوع ينحط من الكريم. بشار شوية زيت علي، رشة ملح، بتغطي الصحن بلاستيك، تحط الميكرويف، بتحيط دقيقتين، تخليه يفرقع وخلاص بشار. هاد كان الفيديو، ما تحبتوا لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب. كل فيديو بنزل جديد، مع السلامة حبايبي.